الفرنسي. كما كتشوفوا امامكم هذه السياره دوستر، كتشوفوا الماتريكيل ديالها. وهذا النداء كنشوفوا الموجه للسيد المدير الجهوي، واش عندك شي سلطه على هذه السيارات اللي كيتم استغلالها بهذه الطريقه البشعه، ولا هي الفوضى مدايره السيد المدير الاقليمي ديال الفلاحه بن سليمان؟ اذا انت كتشوف حنا هنا في حي البرنوصي، ثم كما كتشوفوا، وهذه السياره ديال احد الموظف كيستغلها لاغراض شخصيه. اذا كنتمنوا من السيد الوزير ومن السيد المدير الجهوي والسيد المدير الاقليمي ولو انه مغلوب على امره يدير حل يشوف لنا هذه علاش بيته في البرنوصي، علاش ما بيتاش في المرآب ديال المديريه الاقليميه للفلاحه. والسلام.